اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات دكتورز، ومكملين معاكم سلسله الحلقات المتعلقه بامراض ومشاكل الذكوره. النهارده هنتكلم على توبيك مهم جدا وموضوع مهم، ويمكن ناس كتيره ما بتحبش تناقشه، هي كلمه العقم. الكلمه دي مش بس بتضايق الستات بس، او الموضوع ده مش مسؤوليه الست بس. احنا اتكلمنا قبل كده ان الجواز ده يا جماعه بارتنرشيب، ده مشاركه ما بين طرفين، فالاخر عايزين يحققوا اهداف واحده وعايزين يبقوا سعداء. طيب في رجالة كتيرة بتقول لا، كلمة العقم دي ممكن تكون معلومة السبب أو غير معلومة السبب، أو ما ينفعش إن هي تتقال عليا كراجل، أو ما ينفعش إن أنا أعترف بيها. طيب نسيبنا خالص من الشق النفسي والجزء النفسي الموضوع أو الاعتراف بالمشكلة، الجزء الساينتيفيك في الموضوع، هل كل الحالات قابلة للشفاء ولا لا؟ هل لما بقف عند جزئية غير معلوم السبب ده معناها الاند لاين او نهاية الطريق ولا لا؟ كل ده هنجاوب عليه في الفقرة دلوقتي، بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمة العلمية الموجودة معايا النهاردة في استوديو ذا دكتورز، دكتور خالد سالم، استاذ امراض الذكوره والعقم والمسالك البولية بكلية الطب، استشاري جراحة الذكورة والعقم الرجال بمركز مصر للذكورة. اهلا بيك يا دكتور خالد، ومنور شاشة اكسترا نيوز. الله يخليك. اول حاجه بقى يا دكتور، كلمه العقم، يعني في ناس كتيره جدا بتقول ايه، بلاش نستخدم كلمه عقم، تعالوا نقول تاخر انجاب، بلاش نستخدم الكلمات الكبيره دي علشان الشق النفسي الموضوع اللي مرتبط جدا جدا بمتلازمه تاخر الانجاب. تعالوا نقول يا دكتور في تو جروبس او مجموعتين من الناس. اول مجموعه هي الشق النفسي اللي احنا مش حابين ان احنا نتكلم عليه النهارده، الجزء العلمي. امتى اقول في ناس قابله للشفاء او المرض بتاعهم قابل للشفاء، والناس التانيه بنقول بنقف عند جزئيه عقم او تاخر انجاب غير معلوم السبب؟ اول حاجه احنا بنتكلم بالنسبه للعقم، الكلمه اللي هي مش عاجبه الناس ديت، احنا بنقول العقم ممكن يبقى قابل للشفاء او غير قابل للشفاء. مش معنى ان هو غير قابل للشفاء يعني ملوش حل، لا، له حل برضه. فدي يعني ده مش الاند لاين او نهايه الطريق، بس عشان تبقى الامور واضحه يعني. اوكي، العقم القابل للشفاء يعني في مشكله عند الراجل هي السبب في عدم الانجاب. اوكي، ده بمنتهى البساطه. فانا هدي مثال للعقم اللي هو قابل للشفاء. مريض عنده نقص خلل جامد في الهرمونات، او انا هحكي على قصه من الواقع يعني عشان نقول ازاي جالي شاب عضلات ما شاء الله كده جميل يعني، وهو بيلعب جيم ومتجوز بقاله سنتين وتحليل سلمي، يعني ظاهريا شكله صحي ممتاز ممتاز ما شاء الله يعني. هو عشان ما نقرش عليه. أوكي. المهم بيعمل تحليل، قال لي التحليل بتاعه صفر صفر، مفيش حيوانات منويه. اوكي، فطبعا انا اول ما لقيته كده منفوخ ومنتفش سالته، قلت له انت بتروح الجيم؟ قال لي طبعا. بياخدوا اللي هي السبلمنتس والحاجات اللي موجوده في الجيم، باخد دي المكملات الغذائيه، باخد امينو وباخد مش عارف ايه وباخد ايه. فقلت له طيب ماشي، طلبت منه تحليل هرمونات. أوكي. راح عمله، لقيت عنده خلل هرموني واضح نتيجه هرمون الذكوره الخارجي اللي هو بياخده. هرمون الذكوره الخارجي بيوقف عمل خصي. اوكي، ده على فترات كبيره يا دكتور ولا حتى لو مره مثلا؟ لا، ممكن حتى ممكن شهرين ثلاثه يوقفوا الخصي. يعني هو شكل كده بس الشكل لا هو لا، هو شكله سيف بول، الولد كويس والخستين بتاعه يعني. لا هو المهم، قلت له بص عايز تتعالج؟ قال لي قلت له عايز تروح جيم؟ روح جيم بس. أوكي. مش تاخد حاجه. طبعًا. وقد كان المريض بعد ما كان صفر، مجرد ان انا وقفت له الهرمون الذكوره الخارجي اللي كان بياخده وعالجت له الخلل الناتج عن هذا الادويه الحاجات اللي كان بياخدها، ما شاء الله لا قوه الا بالله، العيان ده طلع 45 مليون في السائل المنوي. اوكي، فاذا ده سبب محدد عشان بطل ياخد السبلمنتس. بطل وظبطت له الهرمونات اللي كانت ملخبطه. اذا ده سبب محدد، مجرد ان احنا عالجناه العيان خف، فده من احد الاسباب القابله للشفاء. بس عشان الاسباب التانية ممكن تكون مكتسبه يا دكتور؟ ما في اسباب كتير، احنا انا بس عشان اوضح. لا، ان في اسباب قابله للشفاء، الشفاء ينتهي تماما ينتهي تماما. المهم العيان ربنا كرمه، بعد فتره جالي تحليل السائل المنوي بتاعه وحش. اوكي، قلت له انت خدت حاجه؟ قال لي والله ما خدت حاجه. اجيبه يمين اجيبه شمال؟ قلت له لا انت واخد حاجه. يعني بعد ما رص عليه قال لي والله ما كان غير هي حقنه 50، هو كان بياخد الاول حقنه 250. قال لي دي بسيطه، دي بياخدوها المبتدئين، فدي مش حاجه خالص. هي شايف ان هي ما تاثرش على جسمه. قلت له انت مش تاخد حاجه خالص. المهم مجرد ما وقف
ده رجع تاني وربنا كرمه والموضوع انتهى. انا بس بدي مثال. في برضه من ضمن الامثله احكي على مريض لان ده كان برضه من احد الدول العربيه اللي عنده عمل حقن جاري 15 مره ولا واحده 15 مره 15 مره ولا واحده نجحت وعملهم في اماكن مختلفه، عملهم هنا في مصر في كذا مركز في مصر من مراكز اطفال انابيب، وعمل بره في كذا دوله خارجيه يعني بره الدوله بتاعته بالاضافه للدوله بتاعته طبعا يعني. فالمهم كان عندي، فطبعا احنا في مركز مصر الذكوره بنعمل حقن مجهري، وهو جاي لي يعني واحد انجب عندنا من بلده هو جاي عشان يعمل حقن مجهري عندنا. فهو فوجئ بيا بقول له انا مش هعمل لك. يعني هو مكمل لسه في السايكل بتاع الحقن المجهري. فقلت له انا مش هعمل لك. فقال لي طب ليه؟ ده انا جاي ده انا يعني ده انا زميلي اللي بعتني خلف هنا وبتاع ومش عارف ايه يعني، طب يعني انت زعلان مني بتاع. قلت له لا خالص القضيه مش كده. هو العيان كان عنده دوالي والعيان ده ال 15 مره اللي فشلوا بسبب انتساء المناعه بتاعه مش حلو. فقلت له انت انا مش هعمل لك حقن مجهري لان المعادله مش هتتغير. انت عملت 15 مره بنفس السائل المناعي وفشل. ايه اللي جد عشان محاوله 16 تنجح؟ مفيش. انا مش بدور على العمايل، انا بدور على ان انا افيد العيان او احل مشكله العيان. كيف زي كده يا دكتور خالد؟ هي كان خطا في التشخيص. طبعا ما هو العيان ما تشخص وعندك حيوانات منويه اعمل وخلاص بالظبط. ف لما عملنا له الدوالي السائل المنوي بتاعه اتحسن انتهى الموضوع على كده. فاللي انا عايز اقوله ايه، ده سبب قابل للشفاء. كان عندي قصه تانية برضو، كان عندي زوجين كانوا عندي من حوالي 3 4 ايام. المهم كان زوجها كان جالي، هم كانوا متجوزين بقالهم سنة ما حصلش حمل، تحليل السائل المنوي بتاعه وحش، العدد قليل والحركة ضعيفة وإلى آخره. الزوج كان عنده دوالي، قلت لها يعني قلت له أنت هتعمل دوالي، هو حتى بيشتغل في وظيفة الأجازات فيها صعبة شوية يعني. خلاص؟ فقلت له بص أنت مش تاخد أجازات يعني على الأقل 3 4 أيام، قال لي قلت له خلاص إحنا مش عايزين أكتر من كده. المهم عملت له عملية دوالي بفضل الله، بعد 3 شهور عمل التحليل احسن من اللي قبل العمليه. لكن لسه ما حصلش حمل. فطلبت منهم تحليل دم، وهما جايين لي في الاستشاره الزوجه قالت لي انا حامل. خلاص يعني الكلام ده في خلال 4 شهور كانت الست حامل. طبعا هنا هي كانت جايه من البدايه بتفكر بعقليه تحليل سائل الزوج بتاعها كان وحش، يعني العدد كان اقل من 5 مليون. وراحت على كذا دكتور، ودكتور النساء بتاعها قال لها ما توجعيش دماغك، مفيش حاجه اسمها علاج، انت خش على حقن مجهري وما تضيعيش عمرك وما تضيعيش الوقت. خلاص؟ فقلت لها ترجعي بقى للدكتور بتاعك تقولي له نفس هذا الكلام. كان عندي عيان برضو من احد الدول العربيه عمل 4 مرات حقن مجهري في الدوله عنده وفي مراكز كبيره. فشلوا. فلما جه هنا عندنا مصر فانا قلت له والله انت مشكلتك هي في الدوالي، مجرد ما هتعملها ان شاء الله هتخلف. فهو العيان بيحكي لي بيقول لي انا افتكرت ان انت مجرد عايز تعمل لي عمليه. قلت له على الاطلاق ده بعد ما خلف. يعني هو جالي وهو متجوز 2. المهم عملت له عمليه دوالي، وبعدين بعد 3 4 شهور الزوجتين الاثنين حملوا في نفس التوقيت بعد ما شلنا مشكله الدوالي. بالظبط، بعد ما اتشال السبب. ما هي ده احنا بنتكلم كده على الاسباب القابله للشفاء. لما الزوجتين الاثنين حملوا في نفس الوقت، واحده فيهم الحمل بتاعها كمل والثانيه سقطت لان عندها عيب في الرحم. انا العيان جالي قال لي انا جاي النهارده عشان اقول لك بس متشكرين واحكي لك اللي حصل، ان انا لما يعني انا لما جيت لك وانت قلت لي الكلام ده انا افتكرت ان انت مجرد عايز تعمل لي عمليه، ولما رجعت البلد عندي هو من السعوديه يعني عشان بس اكيد هو سامعني دلوقتي، ولما رجعت السعوديه قابل الدكتور بتاعه فقال له بص انت كويس انت مش محتاج غير شويه فيتامينات. هي اهم حاجه دايما يا دكتور ان احنا ما نعملش سكيب للبروسيس بتاعه التشخيص المريض اللي اتكلمنا عليها قبل كده. المريض ده متجوز 2 بقاله 10 سنين ما حصلش حمل لا طبيعي ولا صناعي، يعني عمل حقن مجهري وفشل، ولا طبيعي حصل حمل، حتى مش هقول حصل حمل وسقط، ما حصلش حمل للزوجتين الاثنين. مجرد ما احنا شلنا السبب حصل حمل للزوجتين الاثنين في نفس الوقت، وهو حاليا عنده بنوته عمرها 3 اسابيع. انا بحكي عشان يبقى معروف ان في اسباب قابله للشفاء. في اسباب قابله للشفاء. مش معنى ان تحليل السائل المنوي بتاعي ضعيف يعني العدد فيه اقل من 5 مليون او مليون او كده ان العيان لا، ممكن جدا يبقى صفر ويخف، ممكن جدا يبقى العدد قليل ويخف.
لكن المهم ان هو يتشخص صح ويتعالج صح. الحديث بقيه ان شاء الله. وانت نورتني النهارده يا دكتور خالد، بشكرك شكرا جزيلا. تحت امرك. بشكر دكتور خالد سالم استاذ امراض الذكوره والعقم بكليه الطب، استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره. مشاهدينا خارج مصر تقدروا تتواصلوا مع مركز مصر للذكوره عن طريق ابلكيشنز واتساب وفايبر، عن طريق الارقام المباينه على الشاشه. بشكرك مره اخرى دكتور خالد، نورتني. الله يخليك. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله، في رعايه الله.